أفاد المرصد السوري المعارض بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي داعش من جهة ومقاتلي جبهتي النصرة والإسلامية من جهة أخرى في مدينة الطبقة بالرقة وسط قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة، فيما نقل المرصد عن مصادر طبية وجود 62 جثة تعود لمقاتلين من جبهتي النصرة والإسلامية في المشفى الوطني بمدينة الرقة قتلوا خلال الاشتباكات مع داعش خلال الأيام الماضية.